السلام عليكم. تفتح بكجات كثير وحظك خايس؟ اجل خل معك فلوس الستور اللي بتشتريها عشان البكجات، وروح اشتري كاشيو ميمد واشتري من موقع فيفا يوتي ستور، لانه موقع مضمون 100%. ولا تنسى التخفيض حقي اللي بالدسكريبشن. سوي لي فولو بالحسابات اللي قدامك واضفني في البي بي يا شنب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب، شلون اسمكم؟ تراكلر. اليوم جايب لكم تشكيله فضيه قادحه، والله قادحه. حتى لعبت فيها جيمين، راح تشوفونها ان شاء الله بعد ما اوريكم التشكيله كلها. طيب، تشكيل هذه الفضية فيها لاعبين شو اسمه ذهبيين، لأنه خلاص لازم، ما في لاعبين فضيين يصلحون يكونون هنا. فإذا أنت عندك هذا شيء ثاني، لأني أنا ما أخذها من الدوري الإنجليزي، هذه تشكيل فضية من الدوري الإنجليزي. ممكن في دوري إيطالي زين تشكيلة فضية، أو دوري الألماني، أو دوري، فأنا أخذتها من الدوري الإنجليزي. تشكيلة هذه أفضل تشكيلة أشوفها فضية في الدوري الإنجليزي، هذا اللي أشوفه أنا. طيب، اللاعبين هم اللي ذهبيين راح يكونون تشيك الحارس، لأنه ما في حارس فضي زين يعني، وبيكون الكام سانت كازارلا. هم اللاعبين بس اللي راح يكونون ذهبيين، والباقي كلهم فضيين وكلهم دزة. طيب نبدأ بالدفاع. الدفاع هنا راح يكون، دقيقة خليني أحط لاعب فضي، صبر، أحط لاعب فضي هنا سيلفر، أوكي. راح يكون هذا البرتغالي مع ليفربول، وراح يكون ما أدري هذا اللاعب الإسباني، كلهم في الدوري الإنجليزي طبعا. وهنا راح يكون لاعب أربي هنا سيلفر اللي مع تشيلسي، نسيت معطي عقد بعد. وهنا راح يكون البي لاعب مع مانشستر يونايتد، سرعته 83، راح اريكم سرعته كلهم بعدها. السي دي راح يكون هذا اللاعب الهولندي، وراح يكون هنا الار ام راح يكون هذا، راح اريكم كلهم اساميهم عشان تكتبونهم اذا تبون تسوي التشكيله هذه. وبعد هذا افضل لاعب احسه بتشكيله كلها، سريع، شويت، كل شيء. فهذا افضل لاعب، اهم لاعب اذا تبغى تسوي تشكيله كذا، اهم لاعب هذا تحطه. الهجوم هذول الاثنين، هذول الثلاثة هم اللي إذا تبغاهم. هذا ما أدري، ما أحسه مرة عجبني، يعني لعبة عادي يعني، بس سرعته 90 وسريع شوي. وهذا كويس، أشوفه كويس أنا. هذا وهذا، هذا أخله أساسي. اللي أنت إذا تبغى شو اسمه تجرب، تبغى تغيرهم، دول الاثنين هم اللي أنصحك يعني تغيرهم، يا تجرب هذا تجرب هذا، كلهم رخيصين أتوقع. هذا سعره كم؟ هذا هو أغلى واحد، لا والله كلهم رخيصين. فأنا أخلي هذا، أفضل هذا. طيب التشكيله كلها تشوفون سعرها في شو اسمه بالعنوان المقطع. طيب اساميهم، عشان هذا اساميهم. هذا الدفاع سرعته 75، هذا الدفاع الثاني سرعته 50، بايخ مره الدفاع ذا. هذا سرعته 77، تشيك معروف، تجيب من هنا. هذا سرعته 83، هذا سرعته 77، هذا سرعته 89، هذا سرعته 90. سانت كازورلا جايبه للصناعه اصلا، فاولات صناعه زي كذا. وهذا سرعته 90، وهذا سرعته 88. هذه التشكيلة كلها، أتمنى عجبتكم، جربوها صدقوني تمدحونها كلكم يعني. وبس أنا كان عندي، كان معكم طاكر، خليكم مع الأهداف ومع السلامة. Down the back heel. That's a clever pass. Here's a shot now. What a good way to score. This is the chance. Oh. And a goal into the bottom corner. Wish there to try and deceive the referee. All credit to the player. And now can he score? So sharp, an own goal. Oh, what a shocking moment. Will be a corner. And he's in there with a header. And here's the header. Great header, great goal. That's a terrific goal. That challenge in, Nathan Delfonso. Into the face of the opposition. Back in the firing line, and he's met it with his head. It's in, brilliant header. Goal up. Now they've got a corner here. Not the best corner in these circumstances. Oh, a volley! It's a goal! Absolutely no chance for the goalkeeper. That volley flew in.
keeps it going. Here he is with a chance. Oh, wonderful finish.